تمتلئ عشرات الطرق بآلاف المسافرين الذين يعلقون لأيام بين المحافظات، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى توقف السير لساعات طوال. وحسب الأهالي فإن السفر من العاصمة صنعاء إلى منفذ الوديعة يحتاج إلى 3 أيام بعد أن كان يوم واحد يكفي للوصول. وتنتشر أنواع مختلفة من المركبات في الوديان والجبال دون أن تجد أي نوع من المساعدة أو الإبلاغ، ويكتفي المسافرون بالتعاون فيما بينهم لتبادل المعلومات حول أوقات السيول وكمية المياه الجارية وفي اجتياز الطريق. وتكشف السيول الفشل الذي صاحب هندسة الطرق طيلة الفترات الماضية، كما تبين حجم الضرر الذي لحق بها نتيجة الحرب الحالية. ولا توجد إحصائيات دقيقة بعدد أولئك الذين جرفتهم السيول المتدفقة في أكثر الطرق ازدحاماً، ومهما تكن أعدادهم فستبدو ضئيلة في بلد تصنع العوامل البشرية فيها مأساة أكثر وأشد مما يحدث في الطبيعة.